نعم أخي لا تخاف، أنا بتحمل المسؤولية كلها. يا لطيف يا بهار، شو راسك يا عبيس؟ ماشي سيدي، مقبولي منك. لك شو مقبولي مو مقبولي؟ بتقدر تقولي هلا شو بده يصير؟ ما راح يصير شيء. راح طيفور لعند أهله، كلمتين بيحكيهم مع جماعته بيرجع بوجه لهون. وبكي ما رجع؟ ساعتها أنا المسؤول. أنتوا أصلا ما عندكم خبر بالموضوع من عين أصلا، صح ولا لا؟ طيب لنشوف. سيدي إيش رأيك بكاستين شاي أول أطفي؟ أبو حميد عملنا كاستين شاي أكرك عجب. وراشي تفضلوا شباب. وراشي تاس هلا دايمي دايمي شباب. هلا أبو حمادة. يلا فين هلا أبو حمد. فين أخوه؟ يلا وراشي تاس تفضلوا. يلا الفاضي تخريع يعني تخريع. يلا الو. احترامي سيدي. نعم سيدي، سمعنا صوت الصاص. لا بنكون جاهزين سيدي. مع السلامة سيدي. يا عزيم يا عزيم. حاضر سيدي. خلي الشباب يكونوا جاهزين بسرعة. أمرك سيدي. زمانه كانت ببلد الزيتون وراح سكنت وضيعة حربنوش، يعني بجوز الصصة فاق أولادها راحوا لعنده. طيب شلون بدنا نتأكد؟ هاي بقى اترك علي، أنا مريت على واحد بيعرف عنا كل شيء وما لقيته، بس بكرة راح بلاقيه. أبو أدعم كده تاخر. إيش هالصوا؟ تعال شوف أدري أنا ونرد معنا. أبو أدعم كده تاخر بني وما في حدا. أبو أدعم إيش في؟ صوت أواز أغا وعياط من شمال. خليكم أنتوا أغا، أنا بروح أشوف الشيء لسه وبرجع. لا 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 بنروح كلياتنا. يلا 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 يلا. كان قلبك ضعيف هيك؟ صلي على النبي واهدي بقى. قلت لك لا تخليهم يروحوا بالليل، ما صار الا خليتهم. لا وقلت له لكمال كمان يروح لكمني روح وراهم. يا ربي بخيلك. طيب خيتو ايش اساوي؟ اروح اطمن لك عليهم وارجع؟ ما بعرف اللي بدك يعمله. عم يضرب جوز عيونك يا حمادي. لخ ابو حمادي خلاص بيكفي. Thank you.
روحي اغسلي الجرح ونطفي. يلا روحي معه. وكمال وين وكمال؟ في يوم عبالك كمال ورانا. تعيز انا بتعي. تفضل. احترامي سيدي. اهلين حسن. سيدي سمعت اطلاق نار، خفت يلزمك شيء امتى اجيت؟ بارك الله فيك، يعطيك العافيه. ما بعرف، لنشوف الوكيل فوزي شو صار معه، عرف شو القصه ولا لا؟ خيو استاذ عبد المطلب. ايوه. انا مضطر ارجع البيت مشان اطمن اهلي، خذوا انتوا على المخفر. ايش علي؟ تيسر. اروح معك ابو العز؟ لا لا ما في داعي. لا لا في داعي، خذوا معك بجوز يلزمك. ابكر ما ابكر ما ابكر ما ابكري هيك. وانا وانا ايش بك؟ كمشتو؟ كمشتو معناته هاتو ولي عزك. مساء الخير يا حضرة الوكيل. أهلين. جنبك القبضاي موجودا. هذا أنت؟ خذوا لك شوف. يروح روح. العريف هشام وكم واحد حرس، رئيس المخفر والعناصر طالعين يشوفوا ايش القصة ولهلا ما رجعوا. طيب ماشي الحال، تعال معي لأشوف. هذا هو طيفور اخوه لهي البنت زينب يلي بعتولنا من ضيعة الفقوسة وسلمنا لشخص ثالث. نعم سيدي هو. علي راسك ولا؟ ارفع راسك ولا؟ ارفع. لا هي اختك لهون وعملت لها كمين وانتظرت لحتى طلعت هي ورفيتها وضربتها بالسكين بإيدها؟ مو بإيدها سيدي، أنا على أساس بأضرب على رقبتها مشان أذبحها، بس حظها كويس نفدت. ها؟ عم تقولي ما أنا خايف؟ لا مالي خايف سيدي. ولا؟ بس تحكي مع سيادة قائم مقام تحكي بأدب، عم تفهم؟ ومين أطلق النار؟ أنا سيدي. وأنا كمان أخيو أطلقت النار. ومين هدول يا فوزي؟ سيدي هذا شاب هم بلد الزيتون، رجال معدل وزقرتي. اسمه محمد حلاية الجب، ملقب بعطوني، وهذا الأستاذ عبد المطلب معلم الموسيقى بالمدرسة، وهذا سيدي محيميد التعلبي بيشتغل عند عبد الخالق الزيتاني. عبد الخالق الزيتاني اللي حكينا عنه سيدي. فهمت، بس هدول اللي جايبه معك؟ بصراحة يا سيدي هن اللي كمشوا لهذا المجرم، ربطوه وسلمونا اياه. لا لا مو أنا، الأستاذ كمال هو اللي كمشوه. مين كمال؟ استاذ كمال قرقاطي اخيه، استاذ المدرسة. ابو العز. ابو العز ايوه هاي فهمناها، الاستاذ كمال هو ابو العز. بس الشيء اللي ما فهمته لحد هلا يا وكيل اول فوزي، شلون وجد الاستاذ كمال القرقاطي وهدول الشباب عند وقوع الحادث؟ اللي فهمته يا سيدي انه صفية والمغدورة زينب كانوا بدهم يجوا يسهروا عند بنت حضرته. صحيح. كمان رافقهم تحسبا لهيك مشاكل، ولما تعارك هو وهذا المجرم كانوا الشباب مارقين بالصدفة فساعدوه. كويس، هاي هي شجاعة تستحق التقدير. ايه والله يا سيدي، بس في شغلة كتير كتير مهمة بدي الفت نظرك لها. هات لشوف.
سيدي هذا الطيفور كان موقوف في مغفر الفقوسة، وعلى أساس من الصبح يحيلوه للنيابة العامة لعند حسان بيك ليبت بوضعه. ايه مو لازم نعرف كيف طلع بهالتوقيت سيدي؟ الو مين؟ قائد مقام؟ طيب ماشي وصلني معه. حال إذنك سيدي خليني أنا أحكي معه. ألو احترامي سيدي. لا سيدي مو أنا رئيس المغفر. لا سيدي هو موجود بالأوضة الثانية. أنا الشرطي بهاء. أي نعم سيدي أنا بقدر بجاوبك على سؤالك. لا سيدي السجين ما هرب، أنا اللي هربته. نعم شو قلت؟ هربته؟ لك كأني عم بسمع الحكي بالمنام. مين أنت؟ قلت لك سيدي أنا الشرطي بهاء القرقاطي. أي نعم سيدي أنا اللي جبت البنت وسلمتها لحضرتك أول مبارحة، وأنا كمان اللي هربت السجين سيدي. نعم أي طبعا سيدي طبعا بعرف الشي العقوبة فورا. رأي أسلم حالي لرئيس المغفر وقال له يحولني على قائد الفصيل ببلد الزيتون. حاضر سيدي فورا. أكيد هدول بيت القرقاط المجرمين ما فيهم ولا واحد عائل. عفوا سيدي شو صار؟ بعدين يا وكيل فوزي بعدين بنحكي. شكرا شباب يعطيكم العافية بإمكانكم تنصرفوا. لحظة لحظة شباب هذا المسدس لمين؟ هذا المسدس إلي سيدي. مرخص؟ لا والله مو مرخص. هذا مصادر. ايه ايش علي سيدي صادره بابا بجيب غيره. شو قلت؟ عم بقول يا سيدي بابا بشتري غيره. وليش ما بترخصه وتريح بالك؟ يا سيدي ليش ترخيص؟ مشان كل ما صارت لنا مشكلة ايش حطوني على المغفر؟ ايش لي بهالشغلة؟ ماشي الحال سيدي نحن بنحلها. يلا شباب يعطيكم العافية. الله حسن. نعم سيدي. ترافق الشباب للباب مشان ما يعترضون الحرس. حاضر سيدي. مع السلامة. تفضل. السلام عليكم. يلا معكم. اسفي بابا بس انا انشغل بالي على زينب معليش روح لعندها. امشي تحرك لك ابو كرمون. تعا شوي شو حضرت الوكيل؟ في شغلة أنا مقتنع فيها على المظبوط وحابب أحكي لك إياها. تفضل. تعرف يا عبطوني ما حدا غيرك بهالبلد يشيل مسدس سيك. بس يا حضرة الوكيل بلكي عرف القائم مقام. مو مشكلة أكيد رح ينسى الموضوع وإذا ما نسي بنلاقي له حل تاني. شلون بدك تلاقي له حل تاني؟ بسيطة بنجيب مسدس إرهابي وبنصادره منك. يلا الله معك. وينك؟ بس الله يرضى عليك هالحكي بيني وبينك. ها شو؟ لا يا حضرة الوكيل لا توصي حريص. سلام عليكم. مو. يلا يا السلام عليكم. عليكم السلام. ايش في؟ ايش صار؟ سلامتك زينب. اروح افتح ابو العز؟ لا معلش ابو احمد انا بفتح. احسن. ايه
ايوه اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. اهلين خالد، تفضلي. مرحبا. اهلين انس عفراء، كيفك؟ الحمد لله. شو الله يسمعنا الاخبار الطيبه عنك. خير يعني، انا بعرف الاساتذه الحلوين وكثير شاطرين بالاسماء. معك حق، بس الضروره على احكام اللي ما في احلى منا بهالبلد. تصوري يا عفراء لو ما اكون وراه هون كان ممكن يذبحها ويهرب. تعرف استاذ كمال، انت بنظري كبير وهلا اكبر، بس يعني انا حابب اقول لك على شغلتين قبل ما نفوت لجوا. وانا تحت امرك، تفضلي قولي. اول شغله، انا حابب اشوفك لحالنا ضروري. هاي بسيطه، ما في مشكله. وين بتحبي؟ هون ببيتكم. تعرف بكره بيجي بحجة زينب. طيب، وانا هذا الشيء بيسعدني كثير. ثاني شغله، لازم اخبرك مشان ابن عمك بهاء، لانه هو بخطرها. بقى انت تصرف. بهاء؟ شلون؟ ايه هو بخطر، طلع هو اللي مهرب لهذا طيفور من الحبس. شو هالحكي؟ طيب ليش؟ تفضلي. صعب يدور، بس أنا طلعت غلطان. أي والله طلعت غلطان يا خيو. لكن بعمرك شفت واحد زقرتي بيبيع أخته بالمصاري وبيحاول يذبحها؟ لك هاد واحد وسخة. أي واحد وسخة. على كل حال بسيطة، أكيد بدي أخليه يندم على هالندالي. نار. أنا وأم كرمو نقطع أدنى بالرعبة، كل شوي على طاخ وطيخ وبوم. أم كرمو، شوفوا على آخر. أم عمر قرقاطي حردانة عند أم كرمو زقزوقة، ومن قيمة من يومين، ونعني لولا المشاكل والتقويس ما كانت رجعت. قولوا له هالليلة بس، من بكرة الصبح أنا بدي أروح لعند ابني عشان بدي أروح لعند عمر. بوجهك على المحكمة بالأول، سمعتي ولا لا؟ المحكمة. وإذا بتروحي عشان من دون إذني بطلقك وبتنقلعي برات البيت. عم تمزح يا أب، عم تمزح. فرطية أم عمار، فرطية. سمعتي ولا لا؟ خلص تقدرني، خلص كرمالك أنت راح أفرطه. بس ما عرفتوا لنا إيش اللي صاير بالبلد؟ عرفنا يوم، هلأ أبوي رجع كان برا. ايش اللي صاير لك ابني؟ لك شغلة فاضية، واحد لاحق أخته بده يذبحها والشباب كتروا عليه ومسكوه. ها بقى هاي شغلة فاضية؟ ومنو هاي البنت خيو؟ ما في حدا غريب يوم، هاي خطيبة ابن عمنا بهاء. ابن عمكم بهاء؟ ليش بهاء خيطب؟ على علمي أمه حكي بحمدية. أوهو، لك يوم حمدية خطبت لواحد تاني، إيش بك أنتي؟ كني مالك بالبلد أبدا؟ لا والله يا ابني ماني بهالبلد، انا بس للشغل والتعتير وال والقشو. ايه يوم خلصنا بقى، اربي على العشاء اربي. مالي نفس، كله انتو يوم، كله يوم. ايش بدك تقبرني؟ لازمك شي يوم؟ فؤاد حابب تتصالحي انتي وابوي، وحابب يطمنك كمان انه هديك الشغله ما رح تزبط. ايه يوم، مثل ما قالت لك عبلة واكثر. عبلة موريو، هي عاده الوشوشه انت وامك، بطلولي اياها. وانت فؤاد تعال شو نام على بكير بكره ورانا شغل. عراسي يوم امرك.
لك الظاهر ابونا دابق فيه الخرف، قال شو ورانا شغل، لك حدا بيروح بيخطب حدا من وجه الصبح لسه العروس ما بتكون غسلت وجهها. الحمد لله على سلامتك يا زينب. الله يسلمك يا خالي. شايفه يا ست ام كمان الله حماها. اي والله يا خالي الحكي مو مثل الشوف، سالوني لالي يي 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 يا ساتر على اللي صار. انه من الواحد بيجي البلا بيكون قاعد مرتاح لا على البال ولا على الخاطر، ما بيشوف غير المصيبه اجته. معك حق يا خالي، انا سببت لهم مشاكل لبيت ابو كمال ما كانت لازمته. لا يا زينب لا، انت اكيد فهمتي غلط، ولا تنسي انك انت هون ببيتك ومطرحك، وبالعكس يمكن تكوني هون مرتاحة أكثر من بيت أهلك. لا يا زينب يبعث لي حمى، أنا مو هذا قصدي. قصدي ماما إنه نحن أهلينا هن اللي بيجيبوا لنا وجع الراس، ولو ما بتدخلوا فينا كنا بألف خير من الله، مو هيك خالي أم كمال؟ سأليني إلي عفراء، بلا يمين هذا الحكي مزبوط. نعم نعم ست صفية، هلا نحن موجعين لك راسك؟ أي يوم أنتوا لكن مين؟ ترى مو أنا، ها إما هي اللي بتوجع لي راسي، وأنا برقد رقد على الصيدلية وبجيب لها حب وجع الراس، وهي إما قدام أسألوها. الحكي بيناتنا يوم، هلأ أنت اللي بتروح على الصيدلية ولا كمال؟ بصراحة ببعت كمال. إيه ليش الكذب؟ ببعته. تصوري يا عفراء كمال اللي هو شاب واستاذ مدرسة على طول الخط، روح يا كمال، تعا يا كمال. هو بيروح دغري مو هيك؟ إيه لك خيطه هذا كمال غير شكل، حتى مو مثل أخوه، ولما منقول له أنا وأمه نص كلمة ما بتلاقي إلا رقص صار عند الباب. أمه وأبوه بنص كلمة بيبعتوه، بقى بالأيام مرته بربع كلمة بتبعته. إيه نيالة والله. إيه والله يسلم هالتم، عن جد نيال بدها تاخده، شايفة ليلة القدر، بس بقى وينه هلأ؟ أنا ماني شايفته. انت بعته لشي مطرح؟ لا والله ما بعته. فكوان راح الصبي؟ اماني شايفته. بصراحة خالي انا طلبت منه شغلة لازم يساويها. شو هالحكي ماما؟ هلا وقت طلباتك؟ بعدين شو طلبتي منه؟ مو شايف الجماعة شو صاير فيه؟ يي 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 امي سلمتني عشرة بلدي، كل الشغلة على بعضها مو الي. مو الك؟ لكان لمين؟ لابن عمه بهاء. بهاء؟ ليش اجبه بهاء؟ عفرا احكي. نعم؟ الظاهر أنا عكيت صفية دبرية بمعرفتك. سيدي. أهلين يا ابني. سيدي السجين بهاء القرقاطي من مخفر فقوسة. احترامي حضرة الوكيل الأول. أهلا وسهلا بالدرك السجين بهاء، آنست وشرفت. تفضل سيدي، هيا بالمهمة وهي مفتاح الكربشة. يعطيك العافية يا ابني. تسمح لنا نمشي سيدي؟ الله معكم، سلم على الوكيل برهان. احترامي سيدي. يا ابني. نعم سيدي. فكوا. حاضر.
تعرف يا دركي بهاء، انا عم بستناك بفارغ الصبر. صحيح انت زميلنا بالسرق ولازم ندير بالنا عليك، بس بالعكس انا بدي سود عيشتك. لك شلون بتقول له القائم مقام انه انت اللي هربته للسجين؟ شلون؟ لانه هذا اللي صار سيدي، وانا ماني متعود اني اكذب. ها هذا اللي صار، يعني انت فعلا هربته للسجين؟ اي نعم سيدي. وليش بقى؟ قصة طويلة ومعقدة يا حضرة الوكيل، وانا بقى بدي اسمعها منك هلا سيدي. ايه والله اذا ما عندك مانع هلا. طيب هيك عن واقف؟ ها شو رأيك نجيب لك كرسي قلطو ونفس أرجيلة عجمي ونفتح لك على أم كلثوم؟ عفوا سيدي أنا ما طلبت منك شي، وإذا سمحت بعتني على النظارة. وإذا ما سمحت؟ أي مثل ما بدك سيدي، بابا واقف هون. المشكلة إنه أنا سجين وما بيحق لي أعترض. طيب يا ابني اتركونا لحالنا. حاضر سيدي. أمرك سيدي. وبعتوا لي اثنين قهوة. عود أشوف. وهلا بتحكي؟ مشان ابن عمنا بهاء بتحب اقول لك عليه هلا ولا ايش هو؟ عمي خلص عمي معلش، على كل حال هلا ما عاد نقدر نعمل له شيء، بنأجل حكي بالموضوع للصبح. ماشي الحال، خليها لبكره الصبح لاني اليوم تعبان ومتضايق شوي. بس قل لي ايش قصته؟ والله يا عمي يمكن موقوف مشان هاي البنت اللي حطوها عنا. إن شاء الله بكرة نحلل القصة هاي. ها ها هلأ فهمت عليك. تعرف لك بهاء
أنا لاحظت هالشي من لما كنا عند النائب العام. هاي البنت زينب كانت لازقة فيك ومو شايف في حدا غيرك. بس بصراحة ما كنت متصور إنه وصلاني لهالدرجة. إيش بدنا نعمل يا سيدي؟ هاد اللي صار. طيب بدي أسألك، يعني إذا تفركش الشغلة وإذا ما زبطت بتقدر تعيش بلاها؟ يا ريت يا سيدي، يا ريت. طيب وليش يا ريت؟ لأنه سيدي الواحد إذا بتجوز بدون مشاكل إيه والله بيكون أحسن، بس المشكلة إنه علقنا. ولا يهمك، تعرف منيح اللي حكيت لي. ليش سيدي؟ مشان أقدر ساعدك. ولا ما بتريد؟ آه لا بالعكس سيدي، وأنا بكون ممنونك يعني. بس ليش يعني؟ لا تواخذني سيدي، من شوي كنت عم بتعيط علي وتبهدلني، وهلأ بدك تساعدني؟ شلون صارت هاي؟ صدقني يا بهاء معك حق. يا حريق حريشة، مين بيعرف قصتك مع زينب رح تطلع مثل قصتي مع نجاة؟ ايش هالحكي؟ انت سيدي؟ ايه نعم انا، بس اخر القصة تبعي ما كان الظريف بنوب ابدا. بقول الله يستر وما يصير معك مثل ما صار معي. عفوا سيدي يعني، بس ايش صار معكم؟ قتلوها بعد ما تجوزنا، حرقوا قلبي عليها. تصور قالوا موافقين على الصلح وانهم بدهم السترة لبنتهم من هالحكي الفاضي. وبدك الصراحة انا وياها اطمننا وعشنا مو سائلين عن حدا. ايه وبعدين سيدي؟ طلعت كل مراجلهم الفاضية عليها، تخبوا ورا الابواب والحيطان مثل حرادين، ولما بينت قتلوها. انا كنت متصور هاي القصص والحكاية ما بصير الا بمنطقتنا، طلع وين ما كان بصير، هي الدفة وهي السراج. لك شو هالبلاد يا بهاء، وشو هالعيشة وشو هالحياة. كنت بالعادة تسلم علينا وانت داخل، العادة بطلت لاني كنت اجي على البيت الاقيكي نايمة، والسلام على النايم ما منه فايدة. كنت انام لانك كنت مريحني. ها يعني هلأ تعبك؟ لا بس تعب لي فكري، مشان هيك ما عم بحسن انام. هذا من حظي السيء، لما فكرت اجي اسهر لحالي لقيتك صحياني. ولا كلك فكر، هلأ بتركك لحالك وبروح بنام بهديك الأوضة. بس قبل ما أروح بدي أسألك سؤال واحد، سؤال واحد ما في غيره. تفضلي. بظن أنا ما بستاهل منك هالمعاملة القاسية هاي. أنا إيش قلت لك مشان هديك شغلة؟ مو قلت لك عمل بدك يا وأنا موافقة؟ مو عرضت عليك نروح لعن ست الحسن ونخطب لك ياها؟ صبيحة، هالسؤال هاد ما بدي أجاوب عليه غيره. وليش بقى؟ لأنه أنا اللي بدي أسألك مو أنت. ماشي سألني وأنا بجاوبك. أكيد بتجاوبيني؟ أكيد. فين صفاء؟ صبيحة بلا فهلوية، ليلي وين صفاء وين ولادها؟ من كل عقلك عم تسألني عنها يا أدري؟ ليش هي ماي بالحوش؟ لا ما بالحوش، امبارح المسا مو موجودة بالحوش، لا هي ولا ولادها. والله هي بشارة كويسة، إن شاء الله تكون الأرض انشقت وبلعتها يا رب. بتعرف بديني بإيماني لولا الحياة لأدق وأرقص وأغني وعبي الدنيا زلغيط. لك في وحدة ما بتفرح إذا ضرت انقلعت من وجهها.
يا ابو ناصي انا منيح ايش بك طري وشك ما بعرف قلبك اسود ايش بك ابو نصيف هات بس يا هات اسمع خالي انا قررت انه انا وانت نفتح صفحه جديده واذا بخربت بشي قلعني جريئه ابو عريف وهي مخي بيشهد خير ان شاء الله اسمع خالي هاي مسرات سلام وجيب لي قهوة مشي مشي تفضل عمل له قهوة عجب عراسي سبت وينة قسما بالله العظيم إذا لغا اشبك خبرنا خلاص صافي يا لبا صافي عراسي السلام يا شباب صباح الخير شباب صباح الخير سيدي صباح الخير سيدي شو بكو اليوم خير في شيء سيدي نحن انتو شو سيدي بصراحة اليوم ما انا مبسوطين مشان زميلكم ابو محمود مو هيك مشانه سيدي ايه بس لا تكمل ليش انا مبسوط الله وكيلكم قلبي من جوا بيحبوا لبهاء لحقوني لكم بسرعة شغلة. أين شغلة؟ شغلة الطابة يلا بخاطركم
اهلا وسهلا بام هادي. اهلين وسهلين. شي حجه؟ الله يعطيني خيرك. بدك تشربي قهوه؟ كني ما عندك شغل؟ عندي، بس يلعن ابو الشغل وساعته. في خبر كويس بدي اقول لك اياه بيني وبينك. بيني وبينك؟ بس يمكن انا بعرفه. تعرفيه؟ ايش هالحكي؟ مو قصدك عن صفاء ولادها اللي تاركين البلد وطالعين ما حدا بيعرف لوين؟ هذا هو. بس قولي لي مين عرفتي؟ والله سمعنا من العالم. من العالم؟ ليش هلا العالم في البلد صاروا يعرفوا هالخبر؟ من ايمت الاخبار بتتخبى في بلد الزيتون يا حجة صبيح؟ بعرف ما بتتخبى، بس انا اللي ساكنه جنبه ما عرفت لامبارح بالليل، واهل البلد ما شاء الله بيعرفوا. حجي انت مو هاي مشكلتك، انا سبق وقلت لك هالشي. الله، لكن ايش مشكلتي؟ انت مشكلتك الحاج قدري. خيتو خلينا نحكي بالعربي المقشر، هو لساته بده صفاء ولا بطل؟ اخ يا امهاتي اخ، الله وكيلك ريحي جن مشانه. معناتها ايش بفيد معنا ان كان ضليت هون ولا سافرت؟ شلون ايش بفيدنا ام هادي؟ حدا بيقدر يتجوز مره كلها على بعضها ما انا هون؟ لا ستي، بس اذا حاطه في باله بيجيبها، بيضل يدور عليها ليلاقيها ويجيبها. ايش بك حجي؟ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ انتي لحد هلا ما فهمتيني عالسوا يا بنت الحلال. انا من جوات قلبي ما بريده غير ينساها ويبطل عنا، بس يا حجي اللي نحن منريده شي واللي الله كاتبه علينا شي تاني، صح ولا لا؟